أعشاب التخسيس اللي كل الناس بتتكلم عليها لا تخفض الوزن زي ما الناس فاهمة، هي بتعمل ايه؟ بتزود الحرق. وبرضو عايزين نتفق ان ما ينفعش اكل حلويات بعد كده اشرب مرة اعشاب تخسيس فوزني ينزل، الكلام ده مش هيحصل. لازم نبقى فاهمين ان عشان استخدمها لازم يكون معاها نظام غذائي مناسب، ولازم يكون معاها رياضة مناسبة، ولازم يكون معاها اسلوب او منهجية حياة لايف ستايل مناسب. تتعامل ازاي؟ الاول عايز اتكلم، ما ينفعش تتغلى لان الغليان جوه البراد والحرارة عالية بتكسر المواد الفعالة اللي فيها، فلازم تتعمل كشري. يعني الكشري هتتحط في كوباية وبعد كده تصب عليها مية سخنة، وبعد كده تتغطى 5 دقايق لغاية لما تخرج، وبعد كده تتشرب. النقطة اللي بعديها هتتشرب كم مرة في اليوم؟ تتشرب من 2 لـ3. السؤال اللي بعديه، اشربها قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا، اشربها قبل الاكل عشان ازود معدل الحرق، فلما اجي اكل الاكل يتحرق. طب اشهرهم ايه؟ الشاي الاخضر والشاي البني، القهوة الخضراء والقهوة التركي والنسكافيه والشمر والبردقوش والمرمرية وروزميري وبزر الكتان وورق الزيتون، دول أهم حاجة. شيروا الفيديو ده عشان الناس تستفاد، وما ننساش نصلي على سيدنا محمد في التعليقات. وتحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحة العامة.